بس ختامنا اليوم مشاهدين صوت أوبرالي مميز تدرب في المدرسة الروسية، غنى بعدة لغات وأثبت حضوره في عالم الفن والدراما ليكون اسما بارزا في هذا المجال. الفنان مارك العيدي، احنا جدا سعداء بوجوده معنا. اهلا وسهلا فيكم. خير، حياك الله. صباح النور. احنا سعيدين بوجودك معنا اليوم وختامها مسك. ما شاء الله عليك، حضرتك كمغني أوبرالي وكمان ممثل، إيش العلاقة اللي جمعت ما بين الغناء والتمثيل؟ هو طبعاً الغناء الأوبرالي ما فقط غناء، هو غناء مع تأدية للشخصية، وفيها شغل درامي ومسرحي. طبعاً تجربة التلفزيون مختلفة، بس هي فيها تكون فيها كمل بالذات الخط الدرامي اللي بتعمليه بالمسرح الغنائي. توضيح، انا تدربت فعلا مع اساتذه روسيه، بس هي الغناء الصحيح دائما بقول انا هو عالمي، يعني مش ما في مدرسه معينه. الصوت المضبوط والاداء المضبوط هو بكل المدارس. وانا حاليا عم بشتغل مع استاذه ارمنيه اسمها راكشيكيديان، بنوجه لها تحيه، وهي كمان من المدرسه اللي معروفه اللي هي مدرسه الغناء الجميل. ممتاز. مارك، خط تجربة التمثيل وليس الأداء الأوبرالي. نعم. من خلال مسلسل حبيب اللدود، والآن أيضا تجهز المسلسل الجديد حرم لك. لو تحدثنا عن التجربة الأولى. التجربة الأولى كانت مع الكاتبة المعروفة، هي الكاتبة منى طايع. نعم. هي اللي كتبت حبيب اللدود، وكان لي أول مشاركة بالدراما اللبنانية، وكان دور محوري، ما كان دور كبير بس كان خبرة جديدة إلي. وهلا سأبني حظ بمسلسل حرام لك، أشتغل كضيف مع الممثلة كارمن لبوس. نعم. كشخصية أجنبية بالمسلسل. بس على... هتغني فيها؟ لا لا طبعا، لا لا، ما ده أخذ دور أبدا ما له علاقة بحياتي. أنت قادر تفصل ما بين أنك أنت طبعا ممكن طبعاً. لأنه في بعض، يمكن خلينا نقول خاصة من واحد يملك صوت جميل جدا ورائع وأوبرالي، يتمنى أنه يلاقي مثلا دور يشبه يعني خلينا نقول الشيء اللي هو يحبه من ناحية الغناء بتكلم. يعني بالتمثيل الشخصية بتمرق قبلنا نحن، يعني نحن بنبدي الشخصية وشو تطلبات الشخصية، هذا التمثيل. حلو. وأنا بنعمل حفلة ساعة بنعمل نحن البرنامج. حضرتك ما شاء الله غنيت أوبرالي بأكثر من لغة. نعم. الروسية والإسبانية وما شاء الله وغيرها، إيش أكثر حسيت شيء صعب كان في تأدية الأغنية الأوبرالية من ناحية اللغة؟ هلأ طبعاً الروسية هي أصعب من الإيطالية لأنه حرف أقسى، والعربية طبعاً هي أصعب أداء بالأوبرا بالغناء الجميل هو العربي. أنا بقدر أقول يلي خبرتي فيه كمان ضئيلة، بس دايماً وقت الحرف بيكون في أساوي بالحرف بيصير أصعب تتقدري تصف. نعم. الحروف وتطلع الصوت بطريقة متوازنة. نعم. مارك، لو نتكلم عن الغناء الأوبرالي، كيف يعني أنت كفنان عربياً كيف تشوف وجوده، حب الجمهور له، مستقبله، الاهتمام فيه، كيف يعني تقيمه بصراحة؟ طبعا هلا مع مر السنين صار في توعيه اكثر، صرنا نشوف حتى بالبلاد العربيه، بدبي صار في دار اوبرا، يعني كان قبل ما كنا نفكر بهذا الموضوع. نعم. طبعا ما في هذا فن منه فن شرقي، يعني العالم منه متعودين عليه. صحيح. في فئه من الناس بتحبه، في اغلبيه الناس اللي هي معوده على الفن الشرقي ما بيعني لها شيء هذا الموضوع. هلا مع الوقت عم بيصير في اذا بدك اختلاط الشعوب واختلاط الثقافات، عم بيصير في ناس تحب هالشيء وتقدر تعبر عن رغبتها بحضور هيك نوع. يمكن هو مارك يعني انه هذا الفن على اعتبار انه لا ينتمي لهذه المنطقه، ولكن هو الفن عالمي ونخبوي، ولكن يعني ونخبوي. ولكن هل تعتقد انه لانه مثلا القصص او الروايات اللي هي بعيده عن واقعنا او ما تلامس مثلا هموم الناس بين قوسين، ممكن يعني هذا سبب من اسباب يعني مش هالاهتمام الشعبي؟ لا هو بعتقد انا من نوع الموسيقى فقط، الموسيقى الكلاسيكيه مش مرغوبه من كل الناس، وبالاخص بالمنطقه عندنا يعني. نعم. ما خاص لانه في بنحضر التلفزيون بنحضر قصص كثير خياليه وبحبوها كل الناس. يحبونا. مش المشكله بالخيال، بعتقد مشكله من نوعيه الموسيقى ونوعيه الطقس اذا بدك الموسيقي. يعني ممكن نشوفك باغنيه عاديه ما هي اليوم هلا رح نشوف أغنية أنا بغنيها بأديها بطريقة أوبرالية إذا بتريد، بس هي أغنية عادية لنجرب نقرب هيدا الشيء من هيدا النوع الفن للناس. طيب يا ريت تسمعنا. يلا إذا بتريدوا. I dream the dream when time gone by.
سلام سما الصوت ما شاء الله. مارك احنا يعني اخذتنا بصوتك صراحة لاماكن رائعه وحلوه في الشعور والاحساس. اتمنى لك التوفيق يا رب. شكرا. على صعيد التمثيل وعلى صعيد الغناء، وان شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمه باعمال جديده. وانا اؤكد لك اذا مشيت على هذا الخط يمكن حتدخل لون جديد اوبرالي عندنا في المنطقه، يعني وصرنا نحب نسمعها اكثر واكثر. هذا الاوبرا الشعب اذا بدك. كثير حلو كثير حلو من جد. يعطيك الف عافيه. شكرا لكم، شكرا للاستضافه، شكرا للفرصه. الله يخليك. والله نورتنا.